الآن سيداتي سادتي هقدم لكم الصاروخ العجيب ده، الصاروخ الإنسان الموجه، الزوجة الصاروخية زوجة الأستاذ محمود. إيه اللي حصل يا أستاذ محمود؟ لا أنا مش اسمي محمود. أمال إيه؟ أنا أيوب. أيوب. أيها السادة، حلقة جديدة من حلقات محمود يقدمها خيرية أحمد وفؤاد المهندس، تأليف عبد المنعم مدبولي. سيداتي سادتي، حكاية النهاردة ما حصلتش في البيت، لا المرة دي خارج البيت، خارج الحدود. كنا قاعدين المرة دي في السينما، ودي أول مرة مراتي تروح فيها السينما، لأن في بيت أبوها ما كانوش بيودوها سينما. قاعدين في السينما في أمان الله، وفي ربع الفيلم وأنا قاعد منسجم سمعتها بتقول لي: محمود. نعم. ساكت ليه يا حبيبي؟ يا ستي بتفرج على الفيلم. ما تتكلم يا محمود. يا ستي ما يصحش نتفرج في السينما ونتكلم. طب احكي لي الفيلم يا محمود. حاضر. اللهم طولك يا روح. الراجل ده اللي قدامك ده هو دلوقتي بيحب الست دي. يا استاذ. نعم. عايزين نسمع الفيلم. الحديد ده يبقى في الفاتحة حبيتكم. حاضر. وبعدين يا محمود؟ وهما دلوقتي الراجل والست اللي بيحبها قاعدين في الجنينة بيشربوا شاي. هما اللي بيحبوا بعض بيشربوا شاي محمود؟ هما اللي يعني هيشربوا البنبكر؟ شاي طبعا شاي. طب ما تقوم نشرب شاي محمود. يا ستي احنا دلوقتي بنتفرج على الفيلم. يعني مش عاوز نشرب شاي مع بعض يا محمود؟ يا خبر اسود ومنيل. يا ستي مش وقته. انت مش بتحبني يا حبيبي؟ يا ستي بحبك بحبك، ان شاء الله عدمك بحبك، ان شاء الله تدوسني طيارة بحبك. وانا بحبك كمان يا حبيبي. طيب يا اختي حبك برز. مش انا بحبك يا محمود؟ اه بتحبيني يا اختي. طب ما تقوم نشرب شاي بقى يا محمود. سيبيني بقى اتفرج على الفيلم. سيبيني اتفرج. الله، انت زعلان يا محمود؟ ايوه. ليه؟ هو الفيلم درامي يا حبيبي؟ لا كوميدي. طب ما دام كوميدي ما تضحك يا محمود. حاضر. تضحك عليه يا محمود. يا نهار اسود ومهبب ومنيل عالفيلم يا ستي، بضحك عالفيلم. طب ما تضحكني معاك يا حبيبي. الصبر يا رب الصبر. حاضر يا ستي حاضر. وبعدين يا ستي ابوها اللي قدامك ده هو، ابوها شافها مع الواد ده قامت غاض منه، فراح وقال له: محمود. نعم. الكاتب بقى يا حبيبي. حاضر حاضر يا استاذ. محمود. نعم. كمل يا حبيبي. حاضر. بصي هناك، بصي بصي. وبعدين لما شافها ابوها قاعده مع الواد ده اتغاظ منه. اتغاظ منه ليه يا محمود؟ عشان مش عارف يتفرج على الفيلم، عشان مش عارف يسمع. حاضر. خلاص الفيلم يا محمود. لا يا ستي لسه. طب ساكت ليه يا حبيبي؟ احترت يا رب احترت. الناس عايزه تتفرج بقى. اسكتي بقى اسكتي. طيب يا حبيبي هسكت اهو. ايوه كده. كمل انت بقى يا حبيبي. خبر اسود ومنيل. قوم. مالك بس يا حبيبي؟ متغاظ متغاظ. ومتغاظ انت ليه يا حبيبي؟ هو انت ابوها؟ لا لا. امال امها؟ لا. عمتها؟ لا. امال متغاظ انت ليه يا حبيبي؟ يا ناس حد يديني طوبه ولا ضغطه ولا حاجه. واحنا مالنا ومالهم بس يا حبيبي؟ سيبك منهم يا محمود. حاضر سيبني منهم.
الصبر يا رب الصبر. احكي لي بقى محمود. يا نهار اسود. اوف وانا في عرض النبي. مال الراجل ده محمود؟ الراجل ده متغاط هيفرقع. ليه؟ هو ده ابوها محمود. لا يا ستي مش ابوها، ابوها هنا اهو على الشاشه، اهو اهو على الشاشه. انكتمي بقى انكتمي انكتمي يا هو. ايه ده يا خراشي؟ ايه ده؟ مالك بس يا حبيبي؟ مالي؟ مش عارف اسمع حاجه، مش عارف اسمع حاجه. طب قوم انقط لك في ودانك يا حبيبي. نقطيني انت بتوكاتك بقى، انا في ارض دماغ ابوكي. حاضر. وبعد ما ابوها اتغاظ يا محمود؟ امر لله. حاضر. ام لما شافها اتغاظ. وبعدين ام ايه؟ ام يا ستي ايه؟ ام كمل يا محمود. اصل بس ايه الراجل بس وبعدين ابوه عمل ايه محمود؟ ابوها لما شافها يعني مش عاوز تسكت يعني؟ طيب يا دماغي انا يابا. الراجل المجنون ده ضربك ليه محمود؟ من تحت راسي. ايه ده؟ مش عارف يتنين يتفرج. يا دماغي انا. معلش يا محمود. خلاص معلش يا ستي. تعيش تاخد غير يا حبيبي. كتر الف خيرك. وبعدين لما ابوها شافها محمود؟ خبر اسود ومنيل ومهبب. او محبط دماغي في الحيط يا عالم. ليه بس؟ لسه بتوجعك يا محمود؟ يا ستي لا 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 لا. طيب يا حبيبي بحسبها بتوجعك. وبعدين ابوها اتغاظ يا محمود. اعمل لها ايه دلوقتي؟ اضربها؟ خلاص بقى ابوها اتغاظ وبعدين ضربها. طيب يا حبيبي اضربها ازاي يا محمود؟ يا خل الرحمه الرحمه بقى الرحمه. بقولك ضربها ازاي يا محمود؟ انا في عرض تمثال رمسيس. بقولك ضربها ازاي يا محمود؟ ياهو اسكتها ازاي دي بس؟ اسكتها ازاي؟ ضربها ازاي يا حبيبي؟ ضربها كده اهو، راح رافع ايده كده اهو وبكل قوته راح خابطها بوكس مخرسم خلقتها كده اهو. اوه يا وشي جسمي يا ساتر. اعمل ايه يا حضرات؟ من غيظي دمي فار. رحت خابطها بوكس مسحت لها مناخيرها. اعصابي ارتاحت ودماغي ارتاحت وقعدت ساكت اتفرج. مفيش تلت دقايق ونص وراحت طلعالي. وبعد ما ضربها بالبوكس يا محمود.